يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 29/7/2015، احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره. وطبعا عايزين نبارك للنادي الزمالك مبروك الدوري. صباح الفل يا شريف، مش هبارك بقى للزملكاويه، خليك بقى كده صافي القلب وظريف وتبتدي تبارك دنيا صافيه. مبروك الزمالك. أيوة. وحلو، يعني احساس ان انت تجرب حاجه بقالك كتير قوي ما شفتهاش، حلو بعد فتره طويله يعني. بس يعني ما تعودوش على كده، يعني ما تعودوش على كده. بس والله احنا بنتمنى ان الدوري يبقى فيه اكتر من فريق نشط، فاهمني ازاي؟ بس فادي الفكره. فطبعا بنبارك لكل الزملكاويه. طبعا ليله بصراحه ما ناموش امبارح خالص، وكان في الدنيا كانت زحمه قدام الكوبري. فطب انا فرح الناس تقف ليه؟ معلش مش فاهم. معلش معلش يعني معلش مش ده كوبري وده ناس، يعني في حد عيان ده بقى؟ دول اللي بيسموهم اعداء النجاح، دول اعداء النجاح اللي بيركزوا في قصور الاشياء. لا اصل مش معقول يعني نحتفل بس نسيب الطريق. الاهلي مثلا في الجزيره عندهم حته الشارع وكده، الشارع التاني بيمشي، بس مش لازم نوقف الناس، يعني مش معقول. طيب ماشي، خلينا نستعرض معاكم فقراتنا للنهارده. دايما بنبتدي معاكم فقره الصحافه، ومعانا الكاتب الصحفي اكيد. صح؟ لا انا عارف والله، يعني بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر طبعا عن الانتماءات الكرويه اللي احنا كلنا دي متعه، احنا من اهالينا وجدودنا. وانا شخصيا عندي قصه غريبه جدا، لان انا من ناحيه انا من جدي كان محمود بدر الدين اللي هو المعلق الكروي الشهير الزملكاوي الاصل تماما، وانا عمي كان لعيب كوره في الزمالك في الستينات، وجدي بقى على الصعيد الاخر كان هو رئيس تحرير جريده الاهلي. فانا عندي مشكله انا شخصيا في انا عندي نفس المشكله دي، ان انا بابايا زملكاوي ومامتي اهلاويه، فانت متخيل؟ نفس القصه بالظبط. ومره ساعة الماتش الاخير وكتبت على تويتر، قلت انا مش عارفه اعمل ايه، بابايا زملكاوي ومامتي اهلاويه، قالوا لي محتاجين قوي نقف مع الاب الايام دي. واضح ان يعني بس الحمد لله كان صحيح. طيب تعالوا نستعرض فقراتنا مره ثانيه. معانا في الصحافه محمد طلعت الهواري، وهو طبعا سكرتير تحرير بجريده المصري اليوم. طبعا هنستعرض معاه اهم الاخبار اليوميه. هنروح بعدها على فقرة المرور، وهيكون معانا اللواء أحمد عاصم، وهيكون ضيفه فيها مهندس خالد عبد الهادي، وهو عضو الجمعية المصرية لسلامة وتكنولوجيا المرور. ومعانا كمان كتاب، وضيفتنا فيه كاتبة متميزة اسمها وفاء العشي، وهي كاتبة مقالات ساخرة بتتناول القضايا الاجتماعية وخصوصا كل ما يخص الشباب. ففكرت ان هي تكتب كتاب عبارة عن قصص صغيرة بتتكلم فيه عن الخيانة الزوجية النسائية يا شريف. يعني دايما الناس بتتعرض للخيانة الزوجية الرجولية، مش دايما بس يعني، بس النسائية دي كريتيكال شوية، الشائعة أكتر بالزبط، أو المتحدث عنها أكتر بالظبط. خلينا نقول كده، أيوه المتحدث يعني عنها أكتر، اللي كانت بتتناول أكتر في الدراما، وتتناول أكتر في الأدب، تتناول أكتر حتى في الدراسات الاجتماعية وخلافه. بس فعلا الخيانة النسائية ما كانش من المعتاد إن احنا بنتكلم أو بنكشفها. طبعا طبيعة المجتمعات الشرقية دي واحد، بس كمان حتى في العالم كله بتلاقي دايما الكلام عنها أكتر. كان في فيلم Unfaithful، أو عدم الوفاء، كان فيلم ناجح جدا ومهم جدا، وكانت وفي أمريكا، وصدمته كانت إن هو كان بيتكلم عن الخيانة الزوجية النسائية. لا وصدمته الأكبر إن هو سامحها، يعني في ناس كتير يقول لك لا، يعني ما فكرة المسامحة، يقول لك لا الراجل معلش أنا ممكن أسامح الراجل بس ما أسامحش الست، مش عارفة ليه يعني. لكن على روح هنتكلم عن دوت، ده هيكون مع دينا أعتقد. أيوه الكاتبة الصحفية وفاء العشي. بالظبط كده، وبعدها على طول هنكون بنتكلم عن حديث الساعة مع العهد التنازلي لافتتاح قناة السويس واتجاه أنظار العالم لمصر. الحقيقة إحنا كلنا فعلا أهلك برضو عايزين يروحوا يا شريف، صح؟ إحنا يعني ما مش حد مش عايز يروح الصراحة. أيوة. مش عارف في كام منصة هتستحمل كل ده، يعني محظوظ جدا اللي هيحضر هذا الحدث، وكان نفسنا نكون منهم. لكن يعني لسه الوقت ما عداش. المهم يعني هيكون معانا يعني هيكون معانا فقره خاصه جدا على الموضوع دوت، وهيكون فيها ضيفنا المستشار مدحت نجيب، وهو محلل السياسي رئيس حزب الاحرار. فاصل نبدا على طول مع دينا، ونهاركم سعيد.